سقاني امين حددت تمارس الرياضه الفول كونتاكت الكيك بوكسين دي جمعيه شباب في الناظور. نشوف واحد غطس من نهار روميكسي الحزام الازرق، تمني ان شاء الله تكسب الحزام الاسود بروميير دام والدوزيام دام. وتشكر الاستاذ جمال الطس بوركي انت اللي غيتعاونني اللي غيسوق من غير المستويا وانت يتجمع المدى الاعلى. والرياضه ما مشت المهم الرياضه بصفه عامه الرياضه الصباح التربيه للنفوس و وتشكاري ناظور سيتي يدسني المهم يتعاون ديك التظاهر. سميرو ايمان من لالال ترينر الاستاذ جمال الاستاذ جمال الرياضه الاخلاق ان شاء الله نتمنى ديري البطاله. شكا الاستاذ شكا الاستاذ دينار شكا الطاقم البرنامج شكا بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا ان الاستاذ جمال ما خلا ما نقولوا وداك الشيء اللي قال بان العلم القرايه الى تجمعوا كيعطيو واحد الصوره كامله واحد القيمه كامله للانسان. وحنا كنشكروا على المجهودات اللي كيبذلها وطبيعة الحال انا كنشوف بان المستقبل ديال الجيل الصاعد كيبدا من الاصل ديالو هي ان الرياضه ولا بد ما يقص عليها، ثم ان القرايه ما ينتهاش والعلم يبدا المجهودات ديالو يكون من الاوائل. وكنتمنى ان هذا الشيء اللي كنشوفه دابا يتكرر كل سنه او كل نصف سنه باش نوصلوا لواحد المبتغى ديال الشباب ديالنا وواحد الهدف اللي كان مسموح حنا الاولياء الامر. وكما كنشوفوا هذا النهار هذا ان اولياء الامر حضروا كاملين وهذا واحد الشيء كيفرح بزاف، بان كنشوف بان الاباء بداو كيتفاهموا هذا الشيء بداو كيفتوا لهذه الرياضه هذه لانه لا بد منها. وما ننساوش ان العقل السليم في الجسم السليم. السلام عليكم.